كيف بلش الخلق؟ نحن من وين جينا؟ الله خلق آدم وحواء وتجوزوا وجابوا صبيان وبنات، وهيك بلشت قصة الخلق. ماما، نحن كيف خلقنا ومن وين جينا؟ الإنسان أصله قرد، بعدين اتطور وصار بيشبه الإنسان. بابا ليه عم بتعلمني غلط؟ الماما قالت لي الإنسان أصله قرد. لا أنا ما علمتك غلط، أنا حكيت لك عن عائلتنا نحنا، هوليك عائلة أمك خلقوا قرود وراح يضلوا قرود. طب أنا كيف خلقت؟ طيب اسمعي، بس تجوزت أمك رحت أنا وياها على محل النتورك، وبمحل النتورك البابا عمل للماما كونكتد. ساعتها اجت الماما وعملت داونلود من الـ USB تبع البابا، ولما البابا خلص من الابلودينج اكتشفنا انه ما استعملنا الفاير وول والانتي فايروس، ولانه تأخرنا وما قدرنا نعمل كانسل او ديليت، بعد 9 اشهر اجينا فايروس يلي هو انتي.